وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، حياكم الله في ملتقانا الأول من سلسلة التكامل، والتي تقدمها مجموعة سياج الأمن المعلومات، والتي تعنى بتسليط الضوء على علاقة المعلومات مع العلوم الأخرى. لا يخفى عليكم أن الأمن السبراني علم متكامل يعنى بتعزيز الأمن المعلوماتي وكل ما يتعلق بالاستخدام الآمن للتقنية في جميع جوانب الحياة، وما لا شك فيه أن هذا العلم يستفيد ويتكامل مع العلوم الأخرى. والآن مع التوسع في استخدامنا وربما اعتمادنا على التكنولوجيا والكلاود والإنترنت الأشياء والإنترنت بشكل عام، والتي تعامل وتفاعل معها الإنسان، أدى ذلك إلى إتاحة الفرص لظهور دائماً أنواع متجددة وغير منتهية من التهديدات تحتاج دائماً التعامل معها باستمرار من أجل حماية هذه المعلومات. الأمن السبراني يعرف على أنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، والتي تهدف عادة للوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية. طبعاً هو علم يعنى مع الاستخدام المتوسع للتقنية في حياتنا إلى استخدام الآمن لجميع هذه التقنيات وحماية البيانات والتي بداخلها وحماية التعاملات التي تكون معها. ومن هنا نعرف أنه هو يتقاطع مع كثير من العلوم، فهو يستقي الكثير من نظريات التشفير وحماية البيانات والشبكات بالاستناد لعلوم الهندسة الكهربائية والميكانيكية، يستفيد من نظريات الإحصائية والرياضية. أيضاً يعتبر الإنسان هو المحرك الرئيسي في منظومة أمن المعلومات، وللوصول لفهم دقيق لطبيعته وسلوكه والذي يؤثر بشكل كبير على حمايته عند استخدام الوسائل التقنية المختلفة. وأيضاً هو الإنسان نفسه أحياناً يكون هو المهاجم الرئيسي لسلامة البيانات، فعليه الفهم الدقيق لنظريات علم النفس وعلم الاجتماع ستفيدنا كثيراً في خلق برامج توعوية سليمة أيضاً لاستهداف السلوكيات الغير صحيحة لتقويمها. أيضاً يتم الاستفادة في علم أمن المعلومات من علوم أخرى مثل الذكاء الصناعي، مثل علوم البيانات. هذه العلوم تساعدنا في التنبؤ بمصادر الخطر بالهجمات، نستفيد منها في تحليل الأنماط والسلوكيات لزيادة كفاءة صد الهجمات ولزيادة الحماية. فالسلسلة تطول، لذلك طمحنا في سياج لإبراز هذه العلاقة من خلال سلسلة من المحاضرات التي نتمنى أن تنال على استحسانكم وأن تمنح الفائدة وفتح الآفاق للمتلقي. اليوم بإذن الله سنبدأ في أول محاضرة في هذه السلسلة، نناقش علاقة الأمن السيبراني بنظريات النفس المختلفة. طبعاً طبيعة تعاملنا واحتكاكنا مع التقنية وكون الإنسان جزء من هذه المنظومة، وهالجزء بالتحديد يسر استهدافه بسبب إما نقص الوعي أو الجهل أو قل المعرفة، كل هذا فتح المجال أمام المخترقين أمن المعلومات باستهداف الإنسان كأداة للوصول إلى أهدافه في سرقة أو استهداف البيانات أو تعطيل الأنظمة والشبكات. طبعاً في أي منظمة أو حتى على المستوى الشخصي توجد العديد من المخاطر التي تهدد الأمن وسلامة المعلومات، ومن بين هذه التهديدات التي تحول دون الحصول على بيئة معلومات آمنة تبرز التهديدات الناتجة عن بعض الجوانب في سلوك البشر حينما يتعاملون مع التقنيات المختلفة والمعلومات. برضو جهلهم وعدم وعيهم ونقص المعلومات والمخاطر عند التعامل مع هذه الأنظمة، كلها يعني يؤدي إلى كثير من السلوكيات الغير صحيحة أو مقبولة. طبعاً أمن المعلومات يعتمد على ثلاثية متوازنة اللي هي التكنولوجي، البروسيس والبيبل، اللي هم التقنيات والإجراءات والبشر. حتى نحصل على بيئة آمنة للمعلومات يتوجب علينا تحقيق توازن بين هذه العوامل الثلاثة. لسنوات كان العنصر البشري يحصل على التركيز الأقل من اهتمام المسؤولين في منظومة أمن المعلومات، حتى أظهرت الدراسات والإحصائيات المختلفة الأثر السلبي الذي تركه إهمال هذا العنصر الأساسي بالخسائر فادحة. ومن بعدها بدأ الاهتمام والالتفات للاستفادة والتكامل مع نظريات علم النفس لدراسة السلوك البشري للاستفادة منه في تصميم برامج التوعية والحماية، لأن الإنسان دائما يمثل الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات. أيضاً في هذا اليوم ودنا نعرف ما هي الدوافع النفسية للمخترقين والمتصيدين البرامج الآمنة والصحيحة لمواجهتهم. ولتسليط الضوء على هذا الجانب يسعدنا استضافة الدكتورة هيلة السليم الأستاذ المساعد في قسم علم النفس في جامعة الملك سعود،
وهي باحثة في علم النفس الاجتماعي، حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة ساسكس ببريطانيا، وكانت الدراسة تركز على الجوانب الثقافية والنفسية في الهوية وذات في سياقات إلكترونية. أيضا لها عدد من الأبحاث في علم نفس الإنترنت، وتحديدا في المحددات الثقافية للتواصل عبر الإنترنت، كما أنها عضوة في عدد من الجمعيات مختلفة. حضرت اليوم وكمدرة دكتورة تسلط علينا الضوء على علاقة الأمن النفسي بالأمن السبراني والعوامل النفسية خلف التفاعلات عبر الإنترنت. أيضا إذا ودنا كمان نتعرف على الدوافع النفسية للجرائم الإلكترونية، ونركز على الجانب الإنساني للأمن السبراني. تفضلي دكتورة هيلة. السلام عليكم. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا دكتورة ريج على هذا التقديم الثري والمتميز صراحة، يعني ريحتيني من الدخول بمدخل، يعني كنت مجهزتها فأنت سبقتني إليه، فاختصار الوقت فهذا شيء رائع. طبعا يعني زي ما تفضلت الدكتورة أريج، الهيومن فاكتورز أو العوامل البشرية في سياقات أمن المعلومات ما كان في ذاك تسليط الضوء الكبير أو المهم، لكن صار في أهمية كبيرة من ناحية مجالكم أنتم كسايبر سيكوريتي أو أمن المعلومات. كمان بنفس الأمر بالنسبة لنا كسايكولوجيست، لذلك تجي أهمية الانترديسيبلينري بين التخصصات. يعني أنا دائما أقول المعرفة واحدة، تجزأ المعرفة لمجرد التخصص، ولكن في نهاية الأمر ما تخدم من هذه المعرفة، تخدم هذا الإنسان. الإنسان الآن زي ما تعرفون، خاصة يعني خلال جائحة كورونا، بدأ الكل يهتم بفكرة التعاطي والتفاعل، يعني أو الأونلاين انتراكشن وتفاعلات من خلال الأونلاين، وحلت محل وصارت يعني تنافس بشكل كبير التفاعلات يعني فيس تو فيس أو التفاعلات اليومية، صارت يومياتنا بما فيها هذه المحاضرة اليوم من خلال الأونلاين. هنا تأتي أهمية هذا اللي يعني التصافح، خلينا نقول، بين مجال السايبر سيكوريتي وبين علم النفس. الإنسان عنصر أساسي في كل شيء، يعني هو من طور هذه الآلة، وفي يعني من 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 الظلم للبشرية وللإنسان إن إحنا نهتم بالآلة كمشين، بينما هو من صنع هذه الآلة. كان من التقليد أساساً للعقل البشري والمخ البشري كيف يعمل هذا المخ العقل البشري. يعني من ضمن المشاكل اللي احنا نشوفها النفسية النرجسية، خلينا نقول نتيجة رؤية انعكاسنا لصورتنا في السيلفي، كما لو كان الآخر اللي نتعاطى معه أساساً مش موجود، كأن احنا نتعاطى مع ذواتنا، فصار نوع من التشيع للإنسان objectification، وهذا يعني من الأشياء اللي لابد أن نحذر منها. في محاضرة اليوم أنا بحاول يعني أتطرق لعلاقة الأمن النفسي بالأمن السبراني والعوامل النفسية خلف هذه التفاعلات أو التفاعلات عبر الإنترنت، وبعض الدوافع النفسية والجانب الإنساني. طبعاً أنا أجهل تماماً الجانب الأمن المعلوماتي كنوع من التشفير والتقنيات هذه والجدران النارية للحماية، لكن أنا من زاويتي ومن يعني جانب تخصصي أرى يعني أن طالما هذه الآلة وجدت للإنسان، فإن الإنسان هو المعول عليه أساساً في حماية ذاته من هذا من هذه الآلة. الآلة هذه يعني دائماً إحنا نقول يعني كل الأمور اللي نتعاطى معها سلاح ذو حدين، من يخلق هذا الحد القاتل هو هذا الإنسان في طريقة معرفته في التعاطي مع هذه الآلة. طبعاً بعطيكم نبذة عن في السلايد اللي بعد هذا، احنا طبعاً احنا نسميه بالسايكولوجي اللي هو سايبر سايكولوجي. سايبر سايكولوجي هو عبارة عن مد أو تجسير بين التكنولوجي وبين السلوك الإنساني.
الثاني. زي ما أنتم شايفين وزي ما أنتم تعرفون، لما تقدمون ذواتكم، لما إحنا نتواصل بالإنترنت مع الآخر، تتشكل لدينا هوية مختلفة أحياناً. ما الذي يصنع هذا الاختلاف في هوياتنا؟ هي آليات أو طرق هذا التواصل أو استراتيجيات هذا التواصل. شيء يتعلق بالفرد نفسه، سمات شخصيته، خصائصه النفسية، معرفته بهذه الآلة وهذا الوسيط، علاقته مع هذا الآخر، كمان علاقته مع هذا السياق الإلكتروني. السياق الإلكتروني يعمل عبارة عن يعني جزئين متصلين يتفاعلون، زي ما نقول السياق الثقافي مثلا اللي يصنع مننا احنا كسعوديين مثلا شخصيات سعودية، نعرف انفسنا من خلال اللبس، طريقة الكلام، اللهجة، الاكل. نفس الشيء في السياق الإلكتروني يحور هذا الفرد بطريقة أو بأخرى، بحيث يخلق أحياناً هويات نجهلها إحنا أحياناً عن أنفسنا. ومتى يكون ويزيد هذا الجهل؟ نتيجة عدم معرفتنا بهذا الموديوم أو هذا الوسيط اللي إحنا، أنا أكلم فلان ولا علان، زي ما أتواصل مع أختي فيس تو فيس وتواصل معها أونلاين، يكون هناك وسيط. هذا الموديوم يخلق هوية مختلفة للطرفين نتيجة غياب التواصل الفسيولوجي، نتيجة عوامل كثيرة. احنا عندنا بالسايكولوجي، احنا نسميه سايبر سايكولوجي او سايكولوجي اوف سايبر سبيس، اللي هو السلايد اللي بعده، اللي هو انترست ان سايبر سبيس. طبعا احنا في السلايد اللي بعد هذا أنا عرضها إياس، أنه إحنا بنتعامل مع جميع النظريات اللي أساساً موجودة ومطروحة ومتاحة عندنا في السايكولوجي، اللي هو الكوغنيتيف، السوشيال، الإدوكيشنال، الإدوكيشنال، البرسوناليتي، الكلينيكال، وكل هذه الأمور. هذا كل هذه الجوانب إحنا السايكولوجي، يعني أنا أعتقد أنه أغلب الموجودين ما هو متخصصين في السايكولوجي. السايكولوجي عبارة عن مسارات وتيارات مختلفة في علم النفس المعرفي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس التعليمي، علم النفس التنظيمي، علم النفس الشخصية، علم النفس الكلينيكي. كل هذه الإطارات أو الباثويز في السايكولوجي مهتمين ولهم يعني their input في السايبر سبيس. زي ما انتم شايفين مثلا احنا عملنا التدريس عن طريق الاونلاين، هل علاقتك انت كاستاذه جامعيه وطالب بالاستاذ زي ما كان في الكلاس روم؟ اكيد لا، خلق اليات مختلفه. يو هاف تو بي مور فليكسبل، احنا نكون عندنا نوع من المرونه بالوعي بهذا. لذلك في كثير تورطوا في كيف انا ادرس يعني بوجود هذا الموديوم الغريب اللي يعزلني. لا، ممكن انت تقربين هذا الاخر اللي انت تتواصلين معه بوعيك بهذه الآلة، وعيك بذاتك وبعيك بهذا الآخر. فهو استخداماته على جميع الأطر عندنا بالسايكولوجي. لذلك زي ما هو هم عندكم في يعني في مجال الأمن السبراني أو لا سوري أمن المعلومات، كمان هو هم عندنا في السايكولوجي كيف نقرب نظرياتنا بهذا العالم. عندنا تراديشنال اللي يسمونها ريال وورد ثيريز، الثيريز أو النظريات اللي احنا نتعامل فيها في العالم يعني في شكل قبل خروج أو هذه الثورة التكنولوجية اللي فرضت علينا هذا التواصل الإلكتروني. طيب في عندنا سؤالين، هل أن احنا نعمل على تعديل هذه النظريات أو نطورها أو أن احنا نستخدمها كما هي؟ بطبيعة الحال حتى النظريات النفسية تولد منها نظريات في لاستخدامها في هذا الواقع الإلكتروني الجديد. وطبعا تولدت الحاجة زي ما قلت على الانتردسكلوناري سكوررز ان احنا نبدأ من يعني نستخدم هذه الانبوت يعني نتواصل. فلذلك أشيد فعلا بمبادرة سياج في فكرة التعاطي بين التخصصات لفهم هذا العالم في النهاية لخدمة هذا الإنسان. في السلايد اللي بعده في السايبر سبيس هذه أنا جبت لكم يعني طبعا أنا بعطيكم اليوم في الوقت المستقطع هذا
رؤوس أقلام. من المستحيل أن احنا نغوص في كل نظرية وفي كل اتجاه وفي كل مفهوم وكل مصطلح. سيكولوجي يعني عالم مليء بالمصطلحات والنظريات وأنا ما أنا شغلي يعني دكتوراه يعني ما أخذ شق معين من هذه وهي عالم واسع. لكن هنا بعض مثلا الاتجاهات أو المفاهيم اللي حاولنا نقربها أو يعني نقرب العالمين البعض. طبعا الهاجس الأساسي اللي يهم أي إنسان وهذه يعني أنتم عارفين أكيد وسامعين وهاجس كل المهتمين بهذا الجانب هاجس البرايفسي والخصوصية. يعني هذا هو الهم القادم الإنساني في كيف أحافظ على خصوصيتي، كما لو تكونين قاعدة في بيتك وبخلي باب البيت مفتوح. هذه الخصوصية يعني مهددة طبعا في بشكل واسع، وزي ما تهم أمن المعلومات وتهم أمن الدول وتهم الأمن الشخصي، فهي بالنسبة لنا كسايكولوجي جانب يعني أساسي مهم. الأنونيميتي أو اللي هو الدخول بالهوية المجهولة، هذه يعني من الأساسيات في أو المتغيرات الأساسية في دراستها اللي نهتم بدراستها في السوشيال ميديا أو في التواصل الإلكتروني. كمان عامل غياب الحرج الاجتماعي في السوشيال ميديا، يعني لذلك تلاحظون كثير نوع من التظلمات وحاجز المعايير الأخلاقية والقيمية سواء إنسانية أو مجتمعية. طبعا المجتمعات في أني لا أتحرج من أن أقول وأعبر بشكل حر أحيانا يقفز أو يتجاوز على الجوانب الأخلاقية أو كمان الأيديولوجية وكذلك السياسية. السايبر إميرشن اللي هو الانغماس في هذا العالم، طبعا درجة الانغماس تختلف وتختلف كمان الطبيعة البشرية بدرجة استخدامات هذا العالم السبراني. السايبر بريزنس اللي هو الحضور أو حضورك أنت كهوية واستراتيجيات أو إدارة الانطباعات خلال هذا العالم. self presentation online privacy كمان اللي يسمونها social capital online social capital رأس مال الاجتماعي، السباق هذا المحموم في زيادة عدد المتابعين، عدد اللايكات، عدد الريتويت، الاهتمام بهذه الجوانب، هذه كلها يعني في نوع من يعني السباق خلينا نقول المحموم في زيادة هذا الرأس مال الاجتماعي. الإيثار، الثقة، الثقة هام الأساسي، والهوية. طيب السلايد اللي بعده هنا فيه مقاربات بين السايبر سيكوريتي والهيومن التكنولوجيكال يعني أو الهيومن انترفيس. طبعا السايبر سايكولوجي يجي بالنص بين يعني أو يلتقي في نقطة التقاء هذه الدائرتين. بالنسبة للهيومن أي إنسان يهمه بالجانب الأول الأمن، الأمن، الأمن على الذات. إحنا كل ممارساتنا في الحياة، في الحياة بجميع فروعها في جميع جوانبها عشان نعزز هذا الجانب، الأمن النفسي. الأمن النفسي في هالسياق طبعا الأمن المعلوماتي، لكن كمان لأن يلقي ظلاله على الجانب النفسي. من الدراسات الكثيرة اللي الحين موجودة قدامي طبعا صعب استعرضها وأقولها كلها، لكن باختصار إنه اضطرابات ما بعد الصدمة مثلا وجدت بشكل كبير إنه التأثيرات يعني غياب هذا الأمن المعلوماتي يؤثر أو يسبب اضطراب ما بعد الصدمة، كمان يؤثر حتى في الناس القريبين للمتعرض لهذا الخطر أو المهدد السبراني خلينا نقول. فطبعا الجانب الإنساني يهتم بالثقة زي ما احنا نتعامل بالثقة، ويهمنا جانب الثقة في التعامل اليومي، يهمنا ان احنا نثق بهذا الآخر. طيب انا لما نتعامل مع شخص مجهول
كيف نعزز مجالات الثقة ومعامل هذه الثقة، البرايفسي الحفاظ عليها، نيد هابتس اند ايموشنز، الانفعالات الايموجيز اللي بنستخدمها الان. لما انا اقول للطالبات لما ادرسهم اونلاين اعطوني فيس، اعطوني يعني الايموجيز، عبروا لي انتم معصبين من هالفكره، عجبتكم، لايك ديسلايك، هذه التفاعلات تعطينا تصورات عن هذا الاخر المجهول اللي ما نتعامل معاه بعدم وعي، فهذه تساعدنا. فحتى تعبيراتنا احنا نحطه دائما نتندر على النقطة، واحد يضحك دموعه طالعة بينما هو ممكن ما يضحك. فحتى الجانب العامل النفسي العامل التعبيري لهذه الجوانب الانفعالية مغيب أو يعني مهدد. خلينا نقول الريزيلينس أو المقاومة، الكوميونيكيشن، بيرسوناليتي، الإثكس في الشق الثاني اللي هو التكنولوجيا. طيب أنا بتكلم بشكل عام، طبعا هنا سلايد اللي بعد القادمة هذه، معليش اللي بعدها بعدها، طبعا اللي هو الجيل الشباب أو الجيل القادم اللي يهمنا أمره في أن احنا نزيد وعيه بذاته. الجيل القادم أساساً مهدد أو فيه نوع من كثير من الدراسات اللي تظهر تهديد الهوياتي أو الاغتراب الذاتي، الظلال اللي ألقيت من خلال تعاون السوشيال ميديا لا جانب كبير أو متهم الأول في ارتفاع مستوى النرجسية، غياب السلف نوليدج أو معرفة الذات، سلف كلاريفيكيشن، الوضوح الهوية، كل هذه غير واضحة. والجيل الأساسي لو تشوفون طبعاً وأنتم أكيد مطلعين على، أنا ما حبيت أحط لكم يعني هي فريندلي يعني خلينا نقول توك اليوم يعني ستاتستيكس، وأنتم عارفين وشايفين أكيد مطلعين كأنه أغلب مستخدمين للسوشيال ميديا من الجيل الشباب اللي هو مهدد أساساً بالهوية وله يعني يعي ذاته. كمان السلايد اللي بعده أنه هذا الشباب، السلايد اللي بعده أنه هذا الشباب يعيش في هذا العالم الضيق بالنسبة له. لماذا يلجوا؟ هذا جزء من دراستي يعني دراسات اللي سويتها في استخدامات أو دوافع استخدامات السوشيال ميديا، وعملت مقارنات ثقافية، يعني عندي كذا بحث عبر ثقافي بين السعودية ودول أخرى في لماذا نستخدم السوشيال ميديا. طبعاً structure والسوشيال structure عندنا بضيق خلينا نقول المعايير أو تقييد restriction هذه اللي أو القيود الاجتماعية أو social norms اللي يفرضها علينا الواقع أو السياق الثقافي تبعنا، تخلي هذول الجيل الشباب يحاولون مد الجسور أبعد من ذلك، فيكونون هم مدفوعين بدوافع الرغبة في الاستكشاف، دوافع الرغبة في التجسير مع الآخر المختلف، وهي أو الحراك الاجتماعي الأوسع. من ضمن الدراسات اللي أنا استغلت عليها هي السوشيال موبيليتي. السوشيال موبيليتي أو الحراك الاجتماعي عندنا ضيق جدا، يعني أنتوا الحين جيرانكم الآن عندكم نفس جيرانكم يمكن من 10 سنين أو أزيد، فبينما العالم برا حراك اجتماعي واسع، فهذه تخلي مثلا خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي اللي يهمنا طبعا الحين أكثر، إن إحنا نزيد وعي الشباب أو رفع مستوى حتى الهوية ورفع وعيهم الذاتي وعيهم بالهوية الاجتماعية اللي ينتمون لها. طيب طيب لما يدخل او ننغرق احنا في هذا العالم اللي هو عباره عن الجوريثم، يعني هي امتدادات متوائمه، يعني انتوا اعرف مني بهذا الجانب كيف التواصل، هذا هي يسمونها النودز او هذه النتوركس اللي تصير بين الاخر. عالم يعني عجيب، كانك في قدامي الان او قدامكم هذه الخريطه كانها عالم فضائي، هذه احنا، هذه تواصلاتنا، هذه مشاعرنا، هذه انفعالاتنا، هذه عالمنا الداخلي اللي نحاول نصبه في هذا الجانب. فطبعا تختلف حتى الفكرة، وهذه جدا يعني هذه بحد ذاتها محاضرة عن فكرة السلطة، الـ power relationship.
يعني الاستركتشر الاجتماعي او السياق الاجتماعي يفرض عليك سلطات معينه. انت لما تكونين بالسوشيال ميديا او سوري لما تكونين بالاوفلاين حتى كدكتور استاذ جامعي انت في استركتشر، انت عارفين انت دكتوره، هذا للطلاب تعين بخصائصهم، يعون بخصائصك، يعون بخصائص الموقف، تعرفينهم واحده واحده. غير لما انت تعطين مثلا محاضره ناس مغيبين زي الان انا لا اعي وانتم لا تعون حقيقه عالمي، اللهم ما أصدره من هذه المعرفة، فجزء كبير من العالم غائب. فهذا الغياب وهذه الغموض خلينا نقول في التواصل يغير أو يعيد حتى صياغة السلطة. السلطة يعني عالم واسع، بما فيها السلطة السياسية، بما فيها السلطة الاجتماعية، سلطتنا على الآخر، سلطتنا على من نتحدث معه، أو تراتبية هذه الأدوار. طيب، فبالتالي السلايد اللي بعده الاونلاين ديس انهبيشن، اللي هو اللي لما نكون احنا على الاونلاين يصير فيه نوع من اللوزنس، نوع من الطراوه، نوع من الهشاشه في هذه العلاقه. انت لا ترين هذا الاخر، لا يراك، تتغيب تغيب زي ما قلنا كل هذه الأطر أو هذه القيود، ويصير هذا الصراع المختلف وإعادة حتى هيكلة هذه الصياغات. فأنا we express ourselves بشكل منفتح أكثر، نعبر عن ذواتنا بشكل منفتح أكثر. طيب، فهذا طريقة التعبير يعني تخلينا منفتحين على الآخر بشكل كبير. البريزنس كمان طبعا هي اللي هي زي ما تكلمت عنها، انه فكره اني في يد كل شخص الجهاز. يعني حتى من ضمن الدراسات اللي هو يعني قراتها عن السيلفون او الايفون، لو تلاحظون سيلف اول مقطع من سيلفون سيلف او ايفون اي اللي هو انا. في دراسات عملناها او عملت في عن العلم النفسي المعرفي البيولوجي اللي هو ارتباطات هذا اليد وهذا الجهاز اللي احنا نقول صار جزء من هوياتنا، ونشعر بغياب ونشعر بالاغتراب لما حتى جهازك يروح في غرفه ثانيه. فحتى صار في نوع من يعني وجد ايفيدنس ان كان الجوال امتداد لليد اللي هي اللي جزء من الجسد البشري، صار الجهاز جزء من اليد، فهو لأنه أقل جهد وصار كمان في نوع من الانغماس بهذا العالم. وطبعاً بالتالي نمارس زي ما قلنا في السلايد اللي بعده السمايلي فيس، الإيميلز، نعبر بهذه الطريقة. هل ما نعبر، وهنا يجي الخطورة، هل كل ما يعبر عنه أو نراه من emotions هل هي تعكس حقيقة الأمر؟ أكيد لا. فلذلك يصير في نوع من هذا الغموض، يكون هنا حلقة أو نقطة الضعف في فهم طريق طبيعة هذا التواصل الاجتماعي. فبالتالي السلايد اللي بعده في هذه من ضمن المفاهيم، وأنا يعني عندي شغل كبير عليها، اللي هو self disclosure، اللي هو كيف إلى أي مدى you reveal your personal information، أنت تعبرين أو تعرضين هذه المعلومات الشخصية إلى أي مدى، to which extent. في small talks وفي لا معلومات أساسية، من ضمنها أنتوا يعني الأشياء اللي أنتوا عارفينها في مجالكم، الباسورد، أني أحط الباسورد نفس الشيء، أو أني أحط أسيف هذه الأمور. هذه أمور يعني تقنية، نحن يعني أنتوا تنصحون مثلا من المعلومات أنه ما تعملون سيف للباسورد أو تغيرونه وتخلون أكثر تعقيدا، وتشوفون يعني متى ريبورت عساس يكون نوع من الحماية وهكذا، هذه التقنيات. لكن إحنا كيف نفهم هذا الفرد نفسه المستخدم في إلى أي مدى يعني يعرض ذاته. كمان الأثوريتي زي ما حكينا، تكلمنا عن الأثوريتي إلى حد بسيط بشكل معين. هنا يعني أجيب بخت يعني بلخص بعض المفاهيم أو استعرض بعض المفاهيم اللي ممكن بناء على الدراسات يعني اللي ممكن تاخذونها معاكم تتيكهم يعني من محاضرة اليوم، انه فكرة او مصطلح يسمونه تحيز التفاؤل اللي هو optimal bias. وهذه طبعا المصطلح هذا قابل
قابل يعني أو يتم التعاطي فيه في كل الأطر، حتى مثلا في قيادة السيارة لما تشوفين أحد يسرع تقولين أوه مسكين يسرع، شوف صار له حادث عشان يسرع، بينما أنتم نحكم على الآخر وهو وإحنا قاعدين نسرع مثلا بالسيارة. طيب ها فكرة تحيز التفاعل التيم البايس، فكرتها أن المستخدمين في استخدام مستخدمين هذه الأجهزة يميلون إلى الاعتقاد بأن الهاكرز ما حيقدرون يتوصلون إلى معلومات على أجهزتهم، ففيه نوع من الخدعة الذهنية أو المعرفية ترى أن إحنا كهدف غير محتمل، تلاقينا إحنا نصدر وإحنا ما شاء الله شاطرين في تصدير هذه النصائح، وانتبهي سكري جهازك لا يعني لا يكون خطر أو كذا، بينما إحنا نستبعد تماما. وهذه جدا جدا كونسبت جدا جدا مهم في علم النفس المعرفي والاجتماعي اللي هي تحيزات التفاعل. إحنا لا نعتقد أن الجواسيس وهذول الهاكرز اللي يعملون سباي يعني سباي يعني على أجهزتنا إنهم ممكن يصلون إلى أجهزتنا، فهذه من الأشياء أو الخصائص الذاتية اللي إحنا نشتغل عليها في يعني على أساس نحد منها. كمان مبدأ الثقة في التعاملات زي ما قلنا في العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية لابد أن يكون مبدأ الثقة المتبادلة في مشاركة هذه المعلومات ودرجة الاعتماد بين المستخدمين. طبعا عندما تخترق هذه الثقة يعني إذا اخترقت تظهر حوادث هذا الأمن السبراني، فيه طبعا حوادث كثيرة أكيد مرت عليكم من واقع شغلكم الأشلي ماديسون مثلا مرة من الحوادث اللي صارت والهجومات اللي تصير يعني اللي دائما تحذر منها، يعني الهم هذا مش هم سعودي، هو هم عالمي ولا هو هم شخصي أو حكومي، هم عالمي يعني حتى على مستوى الحكومات. وفي كثير عندي يعني قدامي أمثلة زي مثلا تحديث برنامج أدوبي اللي يسمونها باد رابت يعني مستخدم فيها هذه الأشياء. طبعا هذه الظواهر كثيرة حركت هذا الهاجس عند السايكولوجي في السايكولوجي، وصار فيه أو تم اللجوء إلى تقنيات اللي اسمها الهندسة الاجتماعية. يعني أنا بدل ما أهندس الجهاز وأعمل عملات تشفيرية وأرفع من مستوى الثقة بالجهاز ومن خلال الجدران النارية وهذه، لا اهتم الجانب العلم النفس بالهندسة الاجتماعية واستخدام فكرة التلاعب النفسي اللي سايكولوجيكال مانيبوليشن. طيب اللي هي الهدف منها الحد من هذه التصيدات، الحد من يسمونها الفيشنج ايميلز وهذه الامور، من اجل او الهدف منها تطبيق هذه المفاهيم والمبادئ في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي في الحد من اللي نكون ضحيه لهذه الهجمات الإلكترونية. طبعا وين المشكلة؟ المشكلة ان هذول الهاكرز هم يستخدمون هذه المفاهيم النفسية والاجتماعية في تصيد وفي يعني الحصول على هذه الضحايا من خلال استثارة مشاعر خوف معينة او الشعور بالندرة اليونيكنس. كل انسان في شيء اسمه اللي هو الامبيجوتي او الانسرتينيتي او الغموض او القدرة على الرغبة في معرفة هذا الشيء، الفضول باختصار. فهم يستخدمون هذه الألاعيب في استثارة مشاعر الخوف أو الشعور بأن هذا شيء يونيك من خلال الدخول عن طريق دعايات تجارية معينة. كمان من الاستراتيجيات اللي تستخدم للإلحاح، فأحياناً مثلاً تجيك المسج وكيد تمر عليكم، أنا تمر علي كثير الإلحاح بالمسج. أحيانا هم يدرسون هذه الطبيعة البشرية وهذه الخطورة، خطورة أنها هم يفهمونك أكثر من فهمك أنت كيوزر لذاتك لهويتك، هويتك الاجتماعية وكيف تأثرت أو أثرت على هويتك الشخصية. طيب فهذه المسجات هي الملحة ممكن يجعل المتلقي انه يتصرف بسرعة ويقبل هذا المسج اللي يعني بوب يعني ان
from time to time. طبعاً هم يرسلون عشرات الآلاف من هذه الرسائل وتكون دفعة واحدة. طبعاً هي ما حتكون مكلفة عليهم، لكن بالنسبة لهم تكون وسيلة للوصول إلى أكبر قدر من الأفراد. لو يصل إلى 10% مثلاً من الأفراد اللي عندهم يؤثر عندهم مشاعر الخوف مثلاً، هم في من ضمن الدراسات هم يدرسون المواقع اللي تدخلينها، الاهتمامات الشابات أو الشباب في اهتماماتهم الشخصية، فيدخلوا من هذا المدخل باستخدام زي ما قلنا مشاعر الخوف أو مشاعر الندرة واستراتيجية الإلحاح. طبعا كمان المكسب المالي أو الاحتجاج، وهذا جدا مهم، أكيد عرفتوا سمعتوا الربيع العربي يعتمد اعتماد كبير على فكرة الهوية الاجتماعية، هو الكومن ايدنتيتي الشيرد ايدنتيتي، بحيث يكون النوع من تشكيل هذه الهوية. وطبعا الغريب في الموضوع انها تتشكل هذه الهوية رغم غياب عناصر هذه الهوية. لما انا اقول انا هويتي السعودية اعرف انا اتواصل مع مين، او هويتي في جامعة الملك سعود مثلا اعرف عن المنظمة اللي انتمي لها، لكن فيه آلية او طريقة معينة وشرحها اللي هو تشكيل الهويات عن طريق اخفاء الهوية مباشرة، لكن بتصعيد الحجة، تصعيد الهم، الهم مثلا او تأجيجه او خلق هم. يعني أنا خلال جائحة كورونا قاعدة أشتغل على فكرة التعصب مثلاً، وأحياناً يظهر مثلاً هم قد يكون شعبي بسيط أو حتى من باب الدعابة. طيب بعدين يدخلون هذول الهاكرز أو الناس الناشطين اللي يسمون الهاكتيفيزم هاكتيفيست، إنه يصعدون هذه القضية، تكون موضوع عادي بعدين يصعد. وفعلا شفنا، يعني انا تعاملت مع يعني جهاز وشفنا كيف تصعد. فهم يتبنون الايديولوجيه او المعايير او الهموم اللي يعني يهتم فيها هذول اليوزرز، فيدخلون من هذا المدخل. كثير يعني امور، انا ما ادري انا طولت. طبعا في جماعات زي اللولز يمكن سمعتوا عنها، الناس اللي تسعى نحو المتعه، ناس كثير حتى تلاحظون من استراتيجيات حس الدعابه في مواجهه الخوف احنا نمارسها كثيرة والناس كثير يمارسونها. فهذه جماعه اسمها لولز، هذول كان هدفهم او استهدفوا الافراد اللي يسعون وراء المتعه من أجل الوصول إلى أهدافهم. طبعاً زي ما قلنا الدوافع الأيديولوجية، كمان إدارة الانطباع، ترقية الذات، في بعض الناس عندهم الهدف ترقية الذات، هذا يكونون عرضة يعني عرضة لهذا الخطر. طبعاً سمات الشخصية يطول شرحها، القلق، الشخصية الجمود الفكري الفكرية، الشخصية غير العاطفية، يعني عوامل كثيرة، عوامل الشخصية الكبرى. يعني أنا من الناس اللي اشتغلت في مع مجموعة في كامبريدج مستخدمين نظرية العوامل الخمسة الكبرى أو البيت فايف بيرسوناليتي فاكتورز في تجميع مجموعات اللي يسمونها الإيكو تشامبرز في السوشيال ميديا، كيف أنا أتجمع من خلال سمات الشخصية لهذول المشتركين. فهذا يعني كمان أني أشكل جماعات، يعني هذا بالنسبة يعني تعتبر قنبلة إلكترونية مع غياب وجود هذه العناصر. طبعاً فيها آلية اللي هي السايبر إنسيبشن أو ديسيفينج ديسيفر أو خداع المخادع، هذه من ضمن البرامج اللي تستخدم في علم النفس الاجتماعي المعرفي، بحيث تستخدم مهارات التأثير الاجتماعي، تستخدم سيكولوجية الخداع وهذه الأشياء، بحيث نوهم المخادعين في أن احنا مخدوعين بينما نكون. ولها طبعا آليات تستخدم أبحاث الذاكرة، تستخدم decision making makers أو making أو صناعة القرار، تستخدم استرجاع النوستالجيا حتى تحيزات الذاكرة، يعني للاستفادة من في خداع هذول المهاجمين. وهذه الآلية تسمى سايبر انسبشن. طبعا هي نهج يعتبر جديد ويساعد بشكل كبير في الحد من هذا الخطر. طبعا جوانب كثيرة، أنا بختم
بفكرة وممكن إذا في تساؤلات أنا ما أدري فيه يعني تساؤلات ممكن نأخذها بعدين بفكرة اللي الاستفادة أو كيف يعني نستفيد من هذا الجانب أو نلخص المحاضرة أنه العامل البشري يعتبر رغم أهميته هو أضعف حلقة أمنية في الفضاء السبراني لذلك يجب الاهتمام فيه. كمان الاستفادة من علم النفس من خلال رؤية للطبيعة البشرية للحد من ارتفاع أو تكلفة هذه الجرائم الإلكترونية، تكلفة مش بس لما نقول تكلفة ما حتكون بس مادية، وهي طبعا ضخمة تصرف عليها الحكومات في الحد من هذا الخطر، كمان التكلفة النفسية والتكلفة الاجتماعية على جميع الصعيد. تأثير الجرائم الإلكترونية يتجاوز زي ما قلت الضرر المالي، كمان زي ما قلنا يشكل أمراض أو أعراض نفسية زي PTSD، وكمان الإيذاء الثانوي للأشخاص المقربين من هذه الضحايا. تزويد يعني لابد في رسم سياسات زي مركز سياج مثلا أو مراكز الأمن المعلومات، حين يعني تم رسم سياسات معينة لابد أخذ يعني الجوانب النفسية والهندسة الاجتماعية بعين الاعتبار. يعني من ضمن المعلومات خلينا نقول أو للمخاطر الإشباع الفوري، لابد من رفع التوعية بهذه النقطة، الإشباع الفوري، التحيزات زي ما قلنا في التفاؤل، التفاؤل، قرارات أو دراسة قرارات الخصوصية، لأن قراءة قرارات الخصوصية هذه جدا 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 حساسة للهوية. لما أنا أحط عوامل أو أسوي السيتنج أو الخصوصية حقت الضبط الخصوصية نقول صعب اتخاذ هذا القرار لأنه يؤذي أو يشوه الذات. فنبدأ نرفع الوعي بين فكرة أني أعمل هذا الخصوصية لجهزتي مع مراعاة عدم التشويه النفسي للهوية الذاتية. عوامل كثيرة طبعاً، فيه مراحل معينة للانخراط، تبدأ بطقوس معينة اللي هو الفصل أو فكرة أني أكون أنا جزء منفصل، بعدين اللي هي transition، بعدين establishing أني أدخل في هذا المجال. هذا تستخدم في الممارسات العلاجية. في النهاية أبغى يعني أستشهد بيعني كثير دراسات أو باحثين في فكرة أنه زي ما قلنا الدور الأمن المعلومات يتجاوز الجدران النارية، ولابد من تثقيف مطوري هذه البرامج وصنع السياسات فيها دورنا كمستخدمين لهذه الشبكات. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون يعني حاولت ألم بأكبر قدر من المعلومات، وإذا في أي أسئلة أنا مستعدة. شكرا جزيلا. سلام عليكم. شكرا دكتورة هيلة، محاضرة ثرية جدا، واستفدنا كثير من المعلومات. أنا شخصيا استفدت كثير من المعلومات اللي طرحتيها، يعني فينا بعض الآفاق وورتنا بعض الأشياء اللي يعني سنستفيد منها كثيرا في يعني فلما نتحدث عن صياغة البرامج التوعوية. شكرا لك دكتور على هذا الطرح الثري، وشكرا للمستمعين اللي حضروا معنا المحاضرة أو سيستمعون إليها من خلال اليوتيوب والموجودة، وندعوهم إلى إن شاء الله المحاضرة القادمة في سلسلة التكامل. سيكون بإذن الله الموضوع هذه المرة يعني سننتقل من الجانب النفسي والعلوم الإنسانية إلى الجانب العلمي البحث، وسوف نسلط على علاقة الأمن السيبراني بالهندسة بإذن الله. إن الله يسرنا، انتظرونا في سبتمبر في حلقتنا القادمة. شكرا لك دكتورة هيلة، وشكرا لجميع المستمعين. Yeah.